الكرخانة زمن أول كانوا يخيطوا فيها ملابسهم، هي مكينة خياطة. وأول قبل كل شيء، قبل لا تي هاي المكينة والكرخانة، قبل لا تي شو اسمه، كانوا يخيطوا بالخيط والإبرة بإيدهم، بالإيد خيطوا وإبرة، خيطوا قناديرهم، يخيطوا ملابسهم كلها للصغير والكبير حتى للرجال. أول زمن أول ماشي خيايط، كانت بروحها الحرمة تتعلم وتخيط. البنت تتعلم من امها، من اختها، من خالتها، من جارتها، وكبرت ما شاء الله وتعلمت واستوت استاده، يسمونها استاده، تصير عند الاستاذ ابوي بتخيط ليش خياطه، تخيط ليش ملابسش. واول الكرخانه اول ما ياتنا من الكويت، اهلنا يوم ساروا ما شاء الله طلع البترول وش اسمه والغاز بالكويت، ساروا اهلنا عيالنا، حد صغار حد كبار، ساروا تديروا هناك ويابوا شو اسمه اشتغلوا ويابوا لين اهلهم. واول ما طاحت الكرخانه فخور فكان في بيت ناس، حتى لقبوهم عليها سموهم قوم الكرخانه، لحد الان موجودين ما شاء الله، والعائله ما شاء الله كبرت وشعبت، الحمد لله عليك يا رب. وهي الكرخانه اول كانت شو اسمه على بالهندر على الايد، بعدين عقب ما جاتنا الكهرباء حطوا مكينه كهرباء اسرع بعد. واول كانوا يوم يشتغلوا على الكرخانه شو اسمه يوم ماشي كهرباء، يشتغلوا من الصبح الين العصر قريب المغرب، عقب المغرب عاد ما يروموا يشتغلوا، لانها الابره بعد والخيط والابره على حسب يعني صحه الواحد نظره، يعني اذا كانت شابه ما شاء الله عليها وتروم بتخيط على لو على فنر، لو على شو اسمه حطت الفنر ولا الاصراي وخيطت عليه. واول البنت تقعد عند امها، عند خالتها، عند اهلها، يعني اي حد جيرانهم يوم يصير يعني بعد جيران اهل اول كلهم حولي بعض. زين تروح وتشوف الحرمه كيف تخيط، كيف تقص الخام، كيف تقص القندوره، كيف تخيط. بعد شو اسمه وتقعد تتعلم ما شاء الله لين تكبر، كبرت ما شاء الله واستوت حرمه ودارت واستوت استاذه دارت تخيط.
من الخياطة تجيب تليها هاي، تجيب تليها تصير عند جارتها، يوم هناك واحدة اثنتين تجمع ببيت واحد، وقاعد يسفوا التلي لين الظهر، يوم الظهر روحوا بيوتهم. صفافة بعد؟ ها؟ صفافة والبراقة. صفافة هي بحد حد يسف خوص، حد يسوي براقة، حد يخيط بإيده، حد يسوي التلي، يعني كل وحدة بشغلتها يتجمعوا ويتقهوايو ويسولفوا. بعدين يوم سووا التلي واحد سووا على الكندورة، ركبوا على الكندورة، خاطوا بإيدهم على الكندورة أو على الثوب، على اليهال، على القحافي، يسووا التلي أول، أول ما في تطريد، بس التلي شغلتهم. هاي بس زمن أول يعني، هاي شغلتهم شغل التلي، شغلت الخوص، شغلت البراقة، بس ماشي شغلت البيت يعني عندهم. ما عندهم شغلة ثانية، ما يروح مكان. يعني بالنهار يشتغلوا، بالليل ما يشتغلوا، ما في كهرباء، بس بالنهار الصبح العصر للمغرب بعدهم يشتغلوا بالتلي، يصيروا بعد منه ومنه يعني يزاوروا يزوروا جيرانهم ثنتين ثلاث، صاروا أو حد مريض صاروا يزوروا. يوم ما عندهم شغلة جابوا تلي، هاي جابوا تلي، هاي جابوا تلي، هاي ثيابة خوصة، هاي ثيابة البراقة، ويجلسوا مع بعض بيت واحد بالحوش أو تحليوان، واشتغلوا وتقهوايوا وسولفوا عن أول. كانوا اول يركبوا القنادير على القطن، قندوره القطن، التلي، ركبوا التلي على القندوره القطن، الحرير، التترون، والمنقشه، الميزع، ابو طيره، شو اسمه المقلم، ابو نفه، كل هاي الاشياء، الملابس الاوليه اللي طايحه يركب عليها التلي. حتى الحين داروا حتى يركبوا على الشيفون، الخامه الخفيفه كلش يركبوا الخياط الحين، لكن اول الخامه الخفيفه احنا ما نركب عليها، لانه شويه التلي ثقيل شويه يعلها، لكن الخامل شويه زينه يركب عليها احسن. وكان اول التلي يركبوه بايدهم، بعدين يوم جات الكرخانه ركبوا على الكرخانه على الماكينه اللي عاد اللي تعرف تشتغل على الماكينه، يعني تشتغل على الماكينه، ركبت التلي على الماكينه، يركبوا التلي على الايد. بس اول الخوصه غير اصليه يعني فضه، والخيوط اول ابيض، بس الخيوط اول خيط واحد بس هنا نسوي يعني، ايه رحنا نسوي كبه كده، وبعدين حطينا على هاي المنيور رواحنا. الحين لا الحين يا بناير وايده خيوط، ونحط مع بعض خمسه او سته نحطي على الخيط. الحين اول ما في هنا بالخور بدبي ما في، جينا من برا من الهند اول، اصلي كله اصلي اول الخيوط وهاي الخوصه. هي هاي نسميه مخدة، وهاي نسميه كرسي أول، الحين سموه كجوجة كامل يعني. بس ونجيب مقالم، هاي نسميها مقالم أول، ونحل عليها الخيوط ونركب ستة، اثنين منا واثنين منا واثنين منا، ونجيب خوصة يصير ويا يصير ويا يمين ويسار لين يزيد يكبر. هاي التلي بعدين يوم خلص استوى وايد قصينا ركبنا على الكندورة، حطينا من قدام او حطينا على صوب او حطينا على ورا، بعد استوي على يد على الثوب يخيطوا. هاي التلي الاول نلبسه. ايه ايه اول جينا يعني ما مسوي هاي، جينا كبه هكا جينا، بعدين يعني وحده تيس هناك وحده تيس هنا، وتكسر الخيط نداخله مع بعض، نداخله مع بعض ونسويه على المنيور. هاي نسوي سته على المنيور، ما يعني الحين الا الحين نجيب سته سبعه نحطينا ارواحنا على المنيور. الحين وايد خيوط اول ماشي يجينا كبه الخيط هكا، يجينا كبب كبب كبار الوان يعني، او ابيض وازرق واحمر، ونداخله يعني حرمه من هناك حرمه، نكسر الخيط نكسره، حطينا على الخيوط على هاي المنيور. هاي الشغل الاول ماشي. الحين كل شيء ذاهب، الخيوط ذاهبه، اني بنركبها على هاي المنيور. اول الملابس نخيط النفنوف، نخيط القندوره العربيه، والش اسمه والمكسي والكلوش، هاي كلها مسمياتنا اول كنا نلبسها. الكلوش عاد الحين يواسع يسمونه الحين بالحين الحين عاد على زمن الحين يسموه فرنسي، احنا اول نسميه كلوش. اي واسع استوى من طبقتين، ايش اسمه من
نص على الصدر بروحها قصة، والإيد طبعا والنص الثاني واسع شكل شو اسمه الفرنسي، احنا نسميه اول عادي كلوش حبيبتي. انزين ويسوي النفنوف، النفنوف فيه كسرات، هي على طبقتين بعد صدر والطبقه الثانيه مكسر كسرات. والمكسي، المكسي عادي سيده مثل الحين نلبس منه. والقندوره العربيه، القندوره العربيه تختلف بالباط مسمياتها، يعني كمثل ما قلت لكم مثل ما يقولوا يوم يلسوا يخيطوا اهلنا، ولا يوم يلسوا يعني مع بعض هالشكل. ها قالت عاد وحده يوم يلس تخيط عاد وماشي يعني تبى تتقصد على عمرها، قالت قاصر علي البدن والتخروص، قاموا بنات العون وفني، قاصر علي البدن والتخروص، قاموا بنات العون وفني. عندها وخامه لكن قاصره، قاصره عليها البدن. هي القندوره الاولي العربيه تتكون من بدن، البدن هي من نسيده. انزين والتخروص على الجوانب، على الخصر على الجوانب، هذا تخروص يسموه. والباطي شو اسمه هني للقندوره هني باط، يواصلوه مع الايد القنان، قنان يسموه الايد، الايد ما يسموها ايد يسموها قنان، يواصلوه مع الكم مع القنان، يواصلوه مع التخروص. كانت البنت تشوف مهلة تخيط شو اسم الملابس مال الجيران مال اهلها، تقول لها يمه عاد ايام العيد قريب العيد، يمه دشت علي دشت علينا عشر لعياد يا يمه، لا حنه ولا ثيابي، عاد ما دقت لها الحنه وما خاطت لها الملابس. بسم الله دشت عشر لعياد يمي، لا حنة ولا ثيابي، دشت عشر لعياد يماي لا حنة ولا ثيابي. وفي بعد من الأمة الخوات يقولوا على زمننا عادي، تقول وحدة تقول قاصرة جايبة خام وقاصرة، ما أربع وارات قاصرة. قالت قاصر علي البدن والتخروص، قاموا بنات العون وفني، قاصر علي البدن والتخروص، قاموا بنات العون وفني. القندوره ترى اول مسميات ليها ما شاء الله القندوره العربيه، البدن والتخروص والقنان، الحين يسموه الكم الايد والباط، هذه الاشياء. ويتغنوا عاد وحليلهم باهازيجهم الاوليه اهلنا، كل 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 شغله باغانيها وباهازيجها، يسيروا الوقت منهم ويسيروا شغلهم. تقول قاصر علي البدن والتخروص، قاموا بنات العون والفن. Thank you.